مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك مره تانية من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، والف مبروك الفوز. ببارك لحضرتك ومبارك لكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل جمهور الاهلي العظيم اللي بيشوفنا دلوقتي. يمكن مباراه عصيبه لكن فرحه طاغيه هنا، يمكن ردود الافعال اكيد وصلتكم في الاستوديو، فرحه عظيمه جدا سواء بالهدف الاول للنادي الاهلي او كمان في متابعه ضربات الجزاء. يمكن مباراه عصيبه على كل الناس اللي بتشوفها هنا، لكن الحمد لله النادي الاهلي زي ما عودنا. الحمد لله الحمد لله الفوز والثلاثيه السنه دي يعني حاجه كبيره جدا وفرحه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي في مدينه نصر. يمكن يعني حابب اشارك حضرتك وانقل لك ردود افعال هنا من الجماهير. يمكن الف مبروك النهارده، يمكن مباراه عصيبه شويه لكن الحمد لله ربنا كرمنا والفوز في النهايه. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، كانت مباراه قويه جدا ما بين الفرقتين، بس النادي الاهلي عودنا دايما على البطولات، يعني اقترب بطولات في اقل من شهر، دي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره على المكسب والفوز الجميل جدا النهارده، وبشكر كل لعيبه النادي الاهلي وبشكر الكابتن محمد الشناوي اللي هو يستحق لقب وهذا المباراه. يمكن كانت المباراه صعبه النهارده، لكن هل في فتره من الفترات كده فقدتوا الامل او كان في خوف ان شاء الله ان المباراه تروح؟ لو في حاجه بعد ضربات الجزاء احنا ما بنخافش على الاهلي، وبنشكر كابتن محمود خطيب وبنشكر اللعيبه اجمع وبنشكر كل من ساهم في البطوله، وبنطلب من لعيبه السوبر المحلي والسوبر الافريقي. يعني كلمني بقى على المباراه وشعورك وانت بتتفرج، وهل في لحظات اكيد كان فيها قلق لكن اعتقد ان كلكم ثقه في النادي الاهلي؟ انا بتفرج على المباراه وعارف ان الاهلي هيفوز ان شاء الله، وبالفعل يعني فرحونا والحمد لله، فرحونا يعني فرحه كبيره بعد كاس الامم الافريقيه. تمام ان شاء الله يعني بالتوفيق وفي القادم احلى ان شاء الله. المباراه كانت عصيبه لكن الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. يعني ان اللي شعورك بقى وانت بتتابع ضربات الجزاء؟ لا طبعا حاجه صعبه جدا، وما كناش نتمنى ان الماتش يوصل لكده، بس الحمد لله على كل حاجه. يعني في الاخر البطوله في الاهلي، يعني دي اهم حاجه. يعني كلمني بقى عن شعورك اثناء مشاهده المباراه، وهل كان في شويه قلق في ضربات الجزاء؟ لكن الحمد لله كنا كلنا على ثقه ان شاء الله ان لا حد. احنا الحمد لله ومبسوطين قوي كما كابتن محمد الشناوي موجود، احنا بنطمن، بس احنا زعلانين شويه من النقطه دي، عايزين بدل مش دي. الحمد لله النهارده فوز وثلاثيه اعتقد تاريخيه، يعني تقولي اللعيبه النهارده وكل جمهور النادي الاهلي اقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله نتقدم بعد كده ان شاء الله. كابتن ايمن، يمكن ده جزء من فرحتنا هنا في مدينه نصر وفرحه جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا، ان شاء الله مستمرين مع حضرتك وان شاء الله نقل لك مزيد من الفرحه والاجواء هنا في مدينه نصر. الكلمه ليك كابتن ايمن.